الثامنة والنصف بتوقيت العالمي الموحد، مساءكم سعيد مشاهدينا الكرام. نشرة الأخبار من قناة الموريتانية نستهلها بأبرز العناوين. مدينة الواديب تحتضن أعمال ورشة خاصة بنظم استغلال الأسماك السطحية وطرق استصلاحها. وزيرة الزراعة تتفقد من بيت الأحواش مكونات المشروع النموذجي لزراعة الأعلاف في الخضرة الأول من نوعه في بلادنا. الحملة التحسيسية لتوعية المواطنين حول أهمية الإحصاء الإداري للطابع الانتخابي تتواصل في مختلف ولايات الوطن. أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى التفاصيل. نبدأ هذه النشرة بالنشاط البرلماني، حيث خصصت لجنة الشؤون الاقتصادية الاجتماع الذي عقدته اليوم برئاسة السيد يربو للمان نائب رئيسة اللجنة لمناقشة مشروع قانون اتفاقية تمويل بصيغة البيع لأجل الموقع بتاريخ 4 أبريل 2018 بين حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية والبنك الإسلامي للتنمية والمخصص لتمويل مشروع دعم البرنامج الوطني للصحة الإنجابية. وتابعت اللجنة خلال الاجتماع عرضا قدمه وزير الاقتصاد والمالية السيد مختار ولجاي، استعرض فيه الخطوط العريضة لهذه الاتفاقية، مشيرا إلى أنها تهدف إلى المساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالصحة من خلال خفض وفيات الأمهات والأطفال في بلادنا. نظمت سفارة جمهورية مصر العربية في بلادنا مساء أمس حفل استقبال بمناسبة تخليد ذكرى 66 لثورة 23 يوليو. حضر الحفل وفد رسمي برئاسة السيد يحيى العبد الدائم وزير المياه والصرف الصحي، وزير الشؤون الخارجية والتعاون وكالة، والأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون، وعدد من مسؤولي القطاع. كما حضر الحفل عدد من ممثلي البعثات الدبلوماسية في بلادنا وبعض الشخصيات المدعوة. وأكد السفير المصري في بلادنا السيد ماجد نافع مصلح بهذه المناسبة تميز ومتانة العلاقات التي تجمع بين جمهورية مصر العربية وموريتانيا على مر التاريخ، مثمنا حرص قائدي البلدين على الدفع بها قدما نحو آفاق أرحب خدمة للشعبين الصديقين. وإلى عاصمتنا الاقتصادية، حيث احتضن أمس المعهد الموريتاني لبحوث المحيطات والصيد في الواديب أعمال ورشة حول نظم استغلال الأسماك السطحية واستصلاحها. تهدف الورشة إلى المساهمة في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية لترقية قطاع الصيد. في ظل ما تسخر به شواطئ بلادنا من ثروات بحرية تتجاوز حدود 1 مليون طن سنوية من الأسماك السطحية لوحدها، يأتي انعقاد أعمال ورشة حول مصايد أسماك السطح الصغيرة بين تطور طرق الاستغلال وأساليب الاستصلاح. اللقاء العلمي المنظم من طرف المعهد الموريتاني لبحوث المحيطات والصيد يهدف من بين أمور أخرى إلى بحث أفضل السبل والوسائل الممكنة من أجل المحافظة على الثروة البحرية الوطنية من خلال استغلال مستديم تطبيقا لاستراتيجية قطاع الصيد متعددة السنوات 2015-2019. إن مصايد أسماك السطح الصغيرة تحتل مكانة هامة في قطاع الصيد والاقتصاد البحري، وذلك لأهمية مخزونها الذي يفوق 1 مليون طن سنويا، فضلا عن مساهمتها في محاربة الفقر والأمن الغذائي من خلال خلق فرص العمل وتمويل الأسواق المحلية والكميات المصدرة. وتشكل هذه الأسماك حلقة مهمة في السلسلة الغذائية، ولذلك فإن أي استغلال مفرط لهذه الأسماك قد يخل بالتوازنات البيئية مما ينعكس سلبا على ثروتنا السمكية. إن النقاشات البناءة والمقترحات التي ستقدمها هذه الورشة ستسهم بلا شك في تحقيق أهداف استراتيجية القطاع، خاصة منها المتعلقة بالمحافظة على ثرواتنا وعلى الوسط البيئي من خلال الاستغلال الأمثل لمواردنا البحرية من جهة، وبالرفع من المردودية الاقتصادية والاجتماعية للقطاع، مما يعزز المصالح الحاضرة والمستقبلة لأجيالنا. عروض ونقاشات الورشة العلمية التي يشارك فيها باحثون وفاعلون يمثلون قطاع الصيد بشقيه الصناعي والتقليدي يعول عليها في الخروج بتوصيات من شأنها أن تعزز المردودية الاقتصادية والاجتماعية لهذه الثروة البحرية المتجددة التي تسهم بما يناهز 80 مليارا من الأوقية في خزينة الدولة، فضلا عن توفير ما يزيد على 50 ألف فرصة عمل.
وفي أقصى شرق البلاد وتحديدا مقاطعة تظهر، حيث تفقدت وزيرة الزراعة مختلف مكونات المشروع النموذجي لزراعة العلاف الخضراء الأول من نوعه في بلادنا، وتلقت الوزيرة شروحا فنية حول أهداف المشروع ونظام الري المحوري المعتمد وعدد الآبار الارتوازية التي أنشئت لري المساحات الزراعية. في إطار حرص الحكومة على متابعة المشاريع التنموية ومتابعة أشغالها، تدخل زيارة وزيرة الزراعة السيدة لمينة بنت القطب والأمة للبرنامج النموذجي لإنتاج الأعلاف الخضراء في مقاطعة بيكة الأحواش، وهو أول مشروع نموذجي لزراعة الأعلاف في موريتانيا، يقع على مساحة 120 هكتارا، يتم ريه بنظام الرش عبر 6 آليات بسعة ري تصل 20 هكتارا لكل واحدة، وتتزود كل آلة عن طريق بئرين ارتوازيتين مجهزتين لتغطي المساحة الإجمالية، وتضم المساحة المستصلحة والمستغلة للمشروع 14 بئرا ارتوازية وخزانا بسعة 100 متر مكعب لري مصدات الرياح والمشتلة الخاصة بإنشاء هذه المصدات. وزيرة الزراعة تفقدت المزرعة القديمة التي أثبتت نجاح التجربة، وأصبحت المكونة التي من خلالها يتم تموين البرنامج في مكونته الخاصة بإنتاج الأعلاف. اليوم في زيارة لمزرعة بيك الأحواش، جينا هون للاطلاع على مدى تقدم الأشغال في هذه المزرعة الجديدة اللي معدلة لزراعة الأعلاف على مساحة 120 هكتار، ولا هي يعدل فيه الري المحوري، ومشروع تجريبي تجربته فات وعدلت هون على 5 هكتارات. احنا واقفين ضارك في منطقتها في المزرعه القديمه من بيك الاحواش، عدلنا تجربه 5 هكتارات باش ننتجوا فيهم بذور الاعلاف، وكانت تبارك الله تجربه جيده، وهي اللي شجعتنا على اتخاذ القرار بانشاء مزرعه على بعد 9 كيلومترات من القريه المدينه، يعودوا ان شاء الله له يعدل في هذا مع نهايه السنه اللي تعود جاهزه. زيارتنا تبارك الله مكنتنا من عن الأشغال متقدمة على تهيئة المشروع الجديد، وكذلك المشروع القديم عنه ذيك 5 هكتارات من أعلاف من البذور الأعلاف عنها تبارك الله جيدة، وعنها مهيئتنا لا تعود تهيئنا للغرس في المشروع الجديد إن شاء الله مع بداية العمل فيه. كذلك زرنا هذه مزارع الخضروات اللي كانت موجودة عند بعض ساكنة بيك الأحواش من نساء ورجال، واللي تم تنظيمهم في إطار تعاونيات، وكانوا ينتجوا الخضروات في فترة الشتاء، وهذه السنة عدلوا ميزة أخرى عنهم، بعض الخضروات اللي تصلح في الصيف تمكنوا عنهم ينتجوا البعض منها ضارك في بيك الأحواش. كذلك لاحظنا عن النخيل اللي ندار في السنين الأخيرة عنه ثمر هذه السنة وثمرته جيدة. وكانت وزيرة الزراعة قد تفقدت في وقت سابق واحة قرية عنبها النموذجية لزراعة النخيل في بلدية ملاحياض التي توجد بها 875 نخلة، وقبلها واحة السجني ببلدية دوارار التي تضم هي الأخرى 666 نخلة كتجربة ناجحة لغرس النخيل في ولاية الحوض الغربي. وفي إطار زيارته لولاية العصابة، تفقد وزير التجهيز والنقل توسعة مطار كيفا واستمع إلى شروح فنية حول مختلف الأجنحة التي يضم هذا المطار، وستشكل هذه التوسعة فرصة لتطوير المرافق الخدمية لهذه البنى التحتية الحيوية. مطار كيفا الدولي، أو هكذا حولته أحدث توسعة من نوعها، ليتمتع بالمواصفات والشروط التي تضعها الوكالة الدولية للملاحة الجوية. لا تحجب أنسجة الغبار هذه أرضية صلبة تعضد مدرج مطار كيفا الذي تمت توسعته بإضافة 900 متر جديدة لتصل إلى أكثر من 2500 متر طولا بعرض 30 مترا. وزير التجهيز والنقل السيد محمد عبد الله والوداعة وقف على ورشة إعادة تأهيل المطار التي أنجزت في ظرف لا يتجاوز 3 أشهر، حيث تفقد أرضيته ومدرجه قبل أن ينتقل إلى السياج المحيط به تأمينا له من ولوج الدواب إليه. السيد الوزير استمع إلى شروح من المعنيين عن الأشغال تضمنت تفاصيل البناء والمواد المستخدمة فيه، وتجول السيد الوزير داخل قاعة المسافرين والأمتعة مطلعا على حجم الأشغال التي اكتملت في ظرف وجيز. ويتمتع مطار كيفا الدولي بطبقة إسفلتية بسمك 5 سنتيمترات، ونفذت الأشغال فيه شركة ATTM بإشراف من الإدارة العامة للبنى التحتية والنقل وبمراقبة من المختبر الوطني للأشغال العمومية.
وفي سيل بابي أدى الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد المالية المكلف بالميزانية زيارة اطلاع لسير عدد من المصالح التابعة للقطاع في ولاية قديماقة، شملت الزيارة الخزينة العمومية ومكتب الجمارك ومحصرية الضرائب. خلال وجوده في مدينة سيل بابي باشر الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية السيد محمد الكمبو سير العمل في العديد من المصالح الجوية التابعة لهذا القطاع. بداية الزيارة كانت بالخزينة العمومية في ولاية قديماقة التي بلغت إيراداتها الجبائية لسنة 2017 ما يربو على 1,500,000,000 أوقية من العملة القديمة. بهذه الخزينة تم الاطلاع على مهامها الأساسية والطرق المتبعة في تقريب خدماتها من المواطنين وتوضيح أبرز المعوقات التي تعتري سير العمل. المحطة الثانية من الزيارة مكنت من التعرف على الدور الذي يطلع به المكتب الجوي للجمارك على مستوى ولاية قديماقة الذي يعود تاريخ إنشائه إلى عام 1965. مكتب يسهر على ردع كل المخالفين والمهربين وتأمين المساحة الشاسعة للولاية من كل عمليات تهريب المخدرات. وتوجت هذه الزيارة بالتعرف على واقع محصلية الضرائب في هذه الولاية الحدودية ذات النشاط الاقتصادي الكبير. وفي مختلف المحطات المزورة حث الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية السيد محمد الكمبو القائمين على هذه المصالح بضرورة تقريب خدماتها من المواطنين وتفعيل أدائها حتى يرقى إلى مستوى التطلعات والآمال. والآن نرصد أصداء الحملة التحسيسية للإحصاء الإداري للطابع الانتخابي، حيث احتضنت مقاطعة النعمة عاصمة ولاية الحوض الشرقي اجتماعا ضم وزير العدل والفاعلين السياسيين والوجهاء والأطر وعددا من المواطنين. الاجتماع كان فرصة لوزير العدل حث خلالها المواطنين على ضرورة المساهمة في إنجاح عملية التسجيل على اللوائح الانتخابية. في إطار الحملات التحسيسية الخاصة بالتسجيل على اللائحة الانتخابية على مستوى التراب الوطني، ترأس وزير العدل جام مختار ملل بعاصمة ولاية الحوض الشرقي النعمة اجتماعا تحسيسيا بالفاعلين السياسيين والوجهاء والأطر بهدف تعبئة المواطنين بهذه المدينة على ضرورة التسجيل على اللائحة الانتخابية من أجل المشاركة في الانتخابات المقبلة. وأبرز وزير العدل السيد جام مختار ملل في هذا الاجتماع الأهمية التي يوليها رئيس الجمهورية السيد محمد عبد العزيز للتنمية في موريتانيا عبر العديد من المكاسب التي تحققت في البلاد وخاصة في ولاية الحوض الشرقي. وأكد الوزير على أهمية التسجيل في اللائحة الانتخابية لضمان المشاركة في الانتخابات المقبلة. نحن لنعدلوا لائحة انتخابية جديدة وحد كامل هام يشارك بالانتخابات الجاية، يال تبلغ له الرسالة. إذا عاد كان شاك عنه اسمه مازال لا موجود في اللائحة الانتخابية، ذيك اللائحة ما تلات خالية بهلي اخترنا نعدل لائحة أخرى جديدة موحينا حد كامل ما تلات سالم ينحذف منها، وحد كامل مولي الحق سن زرق عود يسجل من جديد. إذن كحكومة اخترنا نعدلوا للبعثة نشرحوا للناس عن لا يغبن حد راسه ويشك عن قطو سجل واسمه لا موجود، لا ذيك اللائحة القديمة ما تلات خالقة. والي ولاية الحوض الشرقي السيد صلصيد حسن أكد من جهته استعداد السلطات الإدارية بهذه الولاية لمواكبة عمليات الإحصاء والعمل على إنجاحها، داعيا جميع المواطنين للتسجيل على اللائحة الانتخابية من أجل ضمان حقهم في التصويت والتعبير عن اختياراتهم في هذه الانتخابات المنتظرة. المتدخلون في هذا الاجتماع عبروا عن استعدادهم للمشاركة في هذه الحملة الخاصة بالتسجيل على اللائحة الانتخابية، مطالبين بتسهيل الإجراءات والآليات المتخذة في هذه العملية المحضرة للانتخابات البلدية والنيابية والمجالس الجهوية. وإلى مقاطعة الشنقيط، حيث حث وزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي سكان المدينة خلال اجتماع تحسيسي على المشاركة بفعالية في الإحصاء الإداري للطابع الانتخابي من خلال التسجيل على اللائحة الانتخابية التي سيتم التصويت عن طريقها في الاستحقاقات المقبلة.
أمام سكان مدينة شنقي تحدث وزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي عن مزايا المرحلة التي تمر بها موريتانيا وعن الاستحقاقات التي أصبحنا على أبوابها والتي تقتضي وعيا كاملا وتصرفا مسؤولا من جميع المواطنين، سيما وأن الاستحقاقات القادمة شاملة وتشتمل على وجه الخصوص على اختيار المجالس الجهوية لأول مرة، مؤكدا على أن التسهيل على اللائحة الانتخابية هو البداية الصحيحة باعتباره خطوة فاتحة يجب أن يتنادى لها المواطنون وتعمل كافة الفعاليات على تحقيقها في أسرع وقت ممكن. الهدف عندنا اليوم هو للمصلحة العامة المشتركة، لأنكم كاملين كمواطنين مختلف أحزابكم مختلف توجهاتكم مختلف هيئاتكم لأنكم تسجلوا لهذه اللائحة الانتخابية، وذلك لأن اللائحة التي كانت موجودة 2013 لائحة ملغية، حتى كان عليها لا يصور على أنه زاد اسمه للائحة ولا أنه يصوت. هذه الانتخابات المقبلة تعني لائحة جديدة، وحد ما سجل لدى اللائحة الجديدة معناها على أنه ما عنده دور في الانتخابات المقبلة إن شاء الله تعالى. هذه اللائحة كيف تعرفوا الوقت عاد ضيق، وهذه الفترة نعرف أنها فترة صعيبة وفترة متينة فيها فترة حر وفترة صيف، غير على كل حال الفترة تقابلت مع الفترة اللي هي ولا بد من تتكيف معها بالحال اللي هي فيه، وهذا من الأمور اللي تحرص الدولة على أن الناس كاملة تسجل وأن الناس كاملة تزرق. إياك نعرف رأي المواطنين كاملين في القضايا الوطنية اللي تعمهم، وخاصة لأن ظلك مقبلين على انتخاب جهة جديدة اللي هي انتخاب المجالس الجهوية ولأول مرة ولا كانت معروفة من قبل. وهذه المجالس الجهوية الغرض منها كيف تعرفوا كيف نشرح بالتعديلات الدستورية هو تحقيق التنمية من خلال تحقيق اللامركزية في البلد. كما تحدث والي ولاية أدرار السيد الشيخ والعبد الله واللواه عن ضرورة استغلال الوقت وعدم التسويف في عملية التسجيل، وأكد على أن الإدارة تواكب هذه العملية وتحرص على توفير الظروف الملائمة للمواطن للقيام بواجبه في أحسن الظروف. سكان مدينة شنقيط بكامل توجهاتهم وكل أطيافهم السياسية كانوا متواترين على ضرورة الاستجابة الفاعلة والتفاعل الإيجابي مع الإحصاء الإداري ذي الطابع الانتخابي، كما تطرقوا لبعض العقبات التي تواجههم تلمسا لها عن حلول من طرف بعثة الدولة. شنقيط التي تتكون من بلديتين اثنتين وقد بلغ عدد سكانها في آخر إحصاء إداري ما يقارب 7,000 نسمة، ينتظر منها اليوم أن تكون حاضرة بقوة على اللوائح الانتخابية. وهنا في العاصمة احتضنت دار الشباب الجديدة مساء أمس لقاء تحسيسيا حول الإحصاء الإداري للطابع الانتخابي المسمع تنظيمه خلال الأشهر القادمة. اللقاء المنظم لصالح ساكنة مقاطعة ميناء كان فرصة استعرض فيها وزير الصحة أبرز مرامي وأهداف هذه الحملة. بحضور جموع من ساكنة مقاطعة الميناء التأم هذا الجمع في إطار الحملة التحسيسية الخاصة بالإحصاء الإداري للطابع الانتخابي الذي انطلق منذ أزيد من 10 أيام على كافة امتداد التراب الوطني. اللقاء الذي حضره عدد من الفاعلين السياسيين بمقاطعة الميناء كان سانحة لوزير الصحة، أوضح فيها أهمية الإقبال على مكاتب التسجيل بغية إضافة أسمائهم إلى اللائحة الجديدة. جينا بحدث مهم بأنه متوجهين لبناء دولتنا كاملين، وما فهم حد منا سواء جماعة ولا فرد ما يبقي نبقي كاملين بناء دولة موريتانية عصرية وجديدة. توجهين إلى هذه الانتخابات الهامة، انتخاب فيهم شيء يتطلب انتخاب بلدي وشيء يتطلب انتخاب مجلس جهوي وشيء يتطلب منه مجلس النواب. لائحة اللي تعدل هي لائحة جديدة، استدير حد ما يقول إن قط سجلت باللائحة ونقد نحاني نين يوم الزرق ونمشي نزرق ولا نشبر اسمي فماتية، دونك لائحة لا تعود لائحة جديدة. ولنواكشوط الجنوبية السيد مربيه ربو بنان عابدين شكر ساكنة الميناء على التعاطي الإيجابي مع مطالب السلطات العمومية، داعيا الجميع إلى التسجيل ضمن القائمة الجديدة، منبها على أن أي تسجيل قبلها لاغيا،
وأكد أن السلطات الإدارية على استعداد تام للإجابة على أي استشكال يتعلق بهذه العملية. ويدخل هذا اللقاء ضمن لقاءات تحسيسية تقوم بها الحكومة لشرح أهمية التسجيل على اللائحة الانتخابية الجديدة التي يتم إعدادها حاليا للانتخابات المقبلة. ونعود إلى عاصمتنا الاقتصادية، حيث حث وزير الصيد والاقتصاد البحري السيد الناني والشروقة رفقة والي داخلة واديب صباح أمس خلال اجتماع بمباني الولاية ضم ممثلين عن اتحادية الصيد والفاعلين في مجال الصيد. وشدد الوزير على ضرورة المشاركة الفاعلة في عمليات التحسيس لشارية للتسجيل على اللائحة الانتخابية لتمكين المواطنين من ممارسة حقهم الانتخابي في الاستحقاقات القادمة. وبين الوزير أن التسجيل على اللائحة الانتخابية الحالية يعد ضمانة أساسية للمواطن في اختيار ممثله خلال الاستحقاقات القادمة. وبين والي داخلة المواديب السيد محمد والأحمد سالم والمحمد رارا أن هذا اللقاء يأتي ضمن الاجتماعات التي تم تنظيمها على مستوى الولاية لحث المواطنين على المساهمة الفعالة في عملية التحسيس والتوجه إلى مراكز التسجيل المنتشرة في الولاية من أجل التسجيل على اللائحة الانتخابية بغية المشاركة في الاستحقاقات القادمة. وإلى ولاية تقانت، حيث ترأست وزيرة البيطرة اجتماعا تحسيسيا بساكنة مقاطعة تيشيت التاريخية، أكدت خلاله ضرورة المشاركة الفاعلة في عملية الإحصاء الإداري للطابع الانتخابي. وطلبت الوزيرة الفاعلين السياسيين والمنتخبين المحليين في المقاطعة بالمساهمة الفاعلة في هذه الحملة. مدينة تيشيت التي تعتبر من أهم المدن التاريخية والموجودة على قائمة التراث الإنساني المشترك، عاشت هي الأخرى على إيقاع الحملة التحسيسية حول أهمية الإحصاء الإداري للطابع الانتخابي. وفي هذا الإطار ترأست السيدة فاطمة فالم تصوينع وزيرة البيطرة اجتماعا بعاصمة البلدية تيشيت، أكدت خلاله على ضرورة المشاركة في هذه العملية قبل أن تستعرض بإسهاب البرامج التنموية الطموحة التي تحققت على المستوى الوطني. نختار معاكم نحث ونعبؤ على ضرورة الإقبال على الإحصاء الإداري للطابع الانتخابي اللي نحن شارعين فيه اليوم، إن نحن على أوجه استحقاقات متعددة في الاستحقاقات البرلمانية وفي الاستحقاقات البلدية وفيها الاستحقاقات الجهوية وفيها أيضا الاستحقاقات الرئاسية. غير هذه المشاركة اللي كل مواطن دار تشارك فيها ما يقد تخلق لين عود اسمه ما هو على اللوائح الانتخابية. معنى عني لعاد أي مواطن موريتاني واجب عليه أنه يبدي رأيه في المراحل القادمة يالتو يدخل من بابها الواسع ويسجل على هذه اللوائح الانتخابية اللي مباشرة تسجيل عليهم العملية عليهم اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات. مدينة تيشيت اليوم فيها فرقة من هذه من اللجنة وشارعة في التسجيل، وهون نعرف المستوى وعي التيشيت فاهمين معنا عن ضروري كل لقاش كان عليك اللائحة السابقة انه يسجل من جديد على اللائحة ياكنه يعتمد تسجيله، وان كل حد مولي بلاق السن القانونية اللي تخول انه بالتصويت بالاستحقاقات القادمة يالتو يبادر ويسجل على اللائحة الانتخابية. ولولاية تقانت السيد جالو أمادو سامبا تحدث بدوره عن الدور الذي يجب أن يقوم به المجتمع المدني والهيئات السياسية من أجل إنجاح هذه العملية على الوجه الأكمل. المتداخلون خلال اجتماع تيشيت أكدوا استعدادهم لبذل المزيد من الجهود من أجل تسجيل أكبر عدد ممكن من المواطنين على اللائحة الانتخابية. وكانت وزيرة البيطرة قد أجرت توقفا قصيرا على طريقها إلى عاصمة الولاية في مركز الخشب الإداري، حيث استعرضت أمام المواطنين الأهداف الرئيسية لهذه الحملة التي تشمل كافة مناطق البلاد. واستمعت وزيرة البيطرة إلى مداخلات المواطنين المتعلقة بالإحصاء الإداري ذات الطابع الانتخابي.
ونعود إلى ولاية العصابة، حيث ترأس وزير التجهيز والنقل في مدينتي بوم ديد وباركيول اجتماعين تحسيسيين حث خلالهما الفاعلين المحليين من أطر ووجهاء وممثلي هيئات المجتمع المدني على ضرورة تعبئة المواطنين وتحسيسهم بأهمية التسيير في اللوائح الانتخابية الممهدة للاستحقاقات المقبلة. تعبيد الطريق أمام انتخابات سبتمبر أيلول يعطي الضوء الأخضر لاستئناف مسيرة الديمقراطية والتنمية، لكنه مرهون بالتسجيل على اللوائح الانتخابية وفق ما أكده وزير التجهيز والنقل السيد محمد عبد الله والوداعة أمام جمع من سكان مقاطعة بوم ديد. السيد الوزير أشاد بدور هذه المقاطعة في مواكبة الإصلاحات الشاملة التي قال إن البلاد شهدتها خلال العشرية الأخيرة، حاثا السكان على تجسيد ذلك الدعم بالانخراط في عملية التسجيل في السجل الانتخابي. حد ما جاء وسجل اسمه وتأكد على أنه دار على اللائحة الانتخابية ما هو لا يظهر في السجل الانتخابي الجديد ولا هو لا يظهر في اللائحة الانتخابية، وبالتالي ما هو لا يقدر يصوت في هذه الاستحقاقات القادمة اللي الشوط الأول فيها إن شاء الله يوم فاتح سبتمبر. عنا أنها عملية مهمة، وهذا هو اللي أدى على أن هذه الحملة تعدل وعلى أنها تبدع لجميع ولايات الوطن. سكان بوم ديد وأطرها ووجهاؤها أبدوا كامل الاستعداد للمشاركة في التسجيل بكثافة، مجددين تمسكهم بما وصفوها بسياسة الرشيدة لرئيس الجمهورية، قبل أن يستعرضوا عددا من المطالب الأساسية من أجل انسيابية عملية التسجيل. وفي ختام جولته بمقاطعة ولاية العصابة، عقد السيد وزير التجهيز والنقل محاطا بالسلطات الإدارية والأمنية وممثلي لجنة المستقلة للانتخابات اجتماعا تحسيسيا بمقاطعة باركيول، طالب فيه السكان بالإسراع في عملية التسجيل على اللوائح الانتخابية كي يساهموا في القيام بواجبهم الوطني المتمثل في التصويت في الانتخابات المقبلة. هذه اللائحة الانتخابية كي تعرفوا هي أساس العملية الاقتراع، وعملية الاقتراع مهمة اللي هي الوسيلة الوحيدة في الديمقراطيات، وإحنا الحمد لله بلد ديمقراطي تعزز الديمقراطية بفضل حكم محمد بن عبد العزيز، اللي كل حد منا وكل مواطن عنده الحق في أن يصوت على البرنامج اللي يبقي ويصوت على ذوك المنتخبين اللي يبقي، ما فيه أي تدخل، والعملية الشفافة بحكم على أن فم لجنة مستقلة هي اللي تشرف على هذا، الإدارة والدولة ما هي متدخلة فيها، بحكم على أن السجل الانتخابي أنه سجل شفاف، وإذا هو أنتم عاكفين نظرك على هذه العملية لما لا يعود فيه موحد جو والسجل وأكد على أنه موجود. سكان باركيول أبدوا استعدادهم للمشاركة في التسجيل وفي التحسيس أيضا بأهمية هذه العملية التي تسعى إلى ترسيخ الديمقراطية والتنمية في البلاد. إلى ولاية غورغول، حيث دعا وزير المياه والصرف الصحي خلال لقاء بمدينة مقامة الأطر والفاعلين السياسيين وفعاليات المجتمع المدني في المدينة إلى المساهمة في التحسيس حول أهمية الإحصاء الإداري ذي الطابع الانتخابي. في إطار الحملة الوطنية للتحسيس حول أهمية الإحصاء الإداري ذي الطابع الانتخابي، ترأس وزير المياه والصرف الصحي السيد يحيى والعبد الدايم اجتماعا بمقاطعة مقامة بولاية غورغول، استعرض فيه العناية الفائقة التي تليها الدولة لعملية الإحصاء الإداري للطابع الانتخابي باعتباره الضمانة الرئيسية لنجاح المسلسل الديمقراطي. نحن كي قال سيد الوالي قبيل جايين في بعثة حكومية ناقل أهمية هذه الانتخابات لها وأهمية تحضير جيد لها، دولة مشاتل كل ولاية عضو من الحكومة يجول في كافة مقاطعاتها، نزل نقاش مع فاعلين وتحسيسهم حول أهمية تسريع وتيرة عن زاد العجلة في تسجيل الناس في اللائحة الانتخابية سابقين قبل الأجل، وهذا طبعا في إطار تحضير للانتخابات اللي تخلق مع بداية يوم 1 سبتمبر إن شاء الله تعالى المقبل. وهذا هون انتهز الفرصة قبل ما ندخل في تفاصيل متعلقة بهذه العملية اللي هي نتكلم عن السياق اللي تجي فيه الانتخابات. الانتخابات تجي مع نهاية منظمة تشريعية، معناها زاد نهاية مأمورية النواب الحاليين والمأمورية الثانية في عهد فخامة رئيس الجمهورية سيد محمد بن عبد العزيز.
وانت زي الفرصة ياك نحدثك مع بعض المحاور هاي السياسة اللي هي برنامج الرئيس اللي سهرت الحكومة رئاسة معالي الوزير الأول مهندس صحيح الحدامين على التنفيذ واللي لا يتعود انتخابات فرصة لتسكيل يعني لإبداء الرأي حول هذه الأمور اللي هي هاي الفترة الماضية تميزت بياسر من العمل اللي شمل كافة أنحاء موريتانيا وشمل كافة مناحي الحياة سواء السياسي منها والإداري وسواء المتعلق بالبنى التحتية وسواء قضايا الاقتصادية وسواء قضايا الاجتماعية إلى غير ذلك. وكان والي الولاية سيد يحيى والشيخ محمد فؤاد قد تناول الكلام قبل ذلك حيث أبرز أهمية الإحصاء الإداري للطابع الانتخابي وضرورة إسهام الجميع في تعميم الحملة والتحسيس من أجل التسجيل على اللائحة الانتخابية. وتوج اللقاء الذي جرى بحضور الوفد المرافق للوزير والسلطات الإدارية والأمنية في الولاية بالرد على تدخلات المشاركين والتي تمحورت أساسا حول عملية الإحصاء وضرورة تسهيله من أجل مشاركة الجميع على مستوى المدن والأرياف. وهنا في العاصمة عقد وزير التهذيب الوطني مساء أمس بمقاطعة تفرغسين اجتماعا تحسيسيا حول أهمية الإحصاء الإداري للطابع الانتخابي وضرورة التسجيل على اللائحة الانتخابية الجديدة التي تعتبر نقطة الارتكاز في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة. التأكيد على ضرورة التحسيس والتعبئة حول أهمية الإحصاء الإداري للطابع الانتخابي والتسجيل على اللائحة الانتخابية هو هدف هذا الاجتماع التحسيسي الذي عقده وزير التهذيب الوطني بساحة بلدية تفرغزينة بولاية نواشوط الغربية وضم الأطر والوجهاء والفاعلين المحليين والسياسيين والسلطات الأمنية والإدارية بالولاية. وأوضح السيد الوزير أن هذا الاجتماع يدخل في إطار حملة التحسيس التي تقوم بها الحكومة على امتداد التراب الوطني لشرح أهمية الإحصاء الإداري ذو الطابع الانتخابي كواجب وطني ومدني يجب الإقبال عليه انطلاقا من المصلحة العليا للبلد. احنا تواجدنا اليوم يدخل في مبادرة ويدخل في إطار إجراءات قامت بها الحكومة للتحسيس للتسجيل في اللائحة الانتخابية بتحضيرا لذيك الاستحقاقات اللي ان شاء الله لا يتم اجراءها يوم 1 سبتمبر 2018. وهذه الانتخابات عندها طابع خاص انها اولا تتعلق باختيار المواطنين الموريتاني لمجالسهم البلديه لانها عمليه مهمه وظاهرنا انها تطلب ان جميعنا المواطنين الموريتانيين انهم اولا يوعوا هاي اهميه العمليه ويتحضروا لها من الارض يقدروا يتحضروا لها باش اللايلين يتم تسجيلهم على اللائحه الانتخابيه. والي ولاية نواكشوط الغربية السيد ماحي والحامد أكد بدوره أهمية المشاركة في عملية التحسيس واستفادة الجميع من هذه الفرصة المتاحة لهم من أجل التسجيل على اللائحة الانتخابية كي يتمكنوا من أداء الواجب الانتخابي. كما أشادت عمدة بلدية تفرغزينة السيدة فاطمة تومت عبد المالك من جهتها بالحضور المتميز لمواطني البلدية في كافة المناسبات الوطنية والذي ينم عن وعيهم بضرورة المشاركة. اللقاء التحسيسي شكل فرصة للمواطنين عبروا خلالها عن استعدادهم للمشاركة بفعالية في هذه العملية والإقبال بكثافة على مراكز التسجيل لضمان تحقيق أكبر نسبة في التصويت على الاستحقاقات النيابية والبلدية المقبلة دعما للتنمية المحلية وتعزيزا للامركزية. وفي مقاطعة تركيز عقد وزير التعليم العالي والبحث العلمي اجتماعا بساكنة مقاطعة تركيز حثهم خلاله على الإقبال على مراكز الإحصاء الإداري ذي الطابع الانتخابي وطلب الوزير الفاعلين السياسيين والمنتخبين المحليين في المقاطعة بمضاعفة الجهود لإنجاح هذه العملية. إلى مقاطعة تركيز التي تصنف ضمن المقاطعات الآهلة بالسكان في ولاية ترارزا وصل الوفد الحكومي المكلف باللقاء مع أطر الولاية والوجهاء في إطار برنامج الحملة التحسيسية
المتعلقة بتثقيف الناخبين حول أهمية التسجيل على اللائحة الانتخابية في نسختها الجديدة. رئيس الوفد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور سيدي والسالم تحدث في اجتماع ركيز عن السياق العام لإنشاء لائحة رقمية تلغي ما قبلها من لوائح انتخابية. زيارتنا اليوم داخل في إطار الحملة التحسيسية لأجل الإحصاء الإداري للطابع الانتخابي، واللي ممارسة تتجدد كل 10 سنوات ولا 15 سنة، هي تنشأ لائحة انتخابية شفافة واقعية موضعية توافقية. في أيضا مبررين اثنين أساسيين لاختيار هذا للمدة الزمنية اللي برمجت فيها الانتخابات: إصرار فخامة رئيس الجمهورية على إجراء كل انتخابات دستورية وقانونية منظمة في أجالها. طبعا كان ملي مؤشر جيد على أن أحد الأحزاب الوطنية الكبيرة خاض الشهر الماضي حاملة انتساب كانت ناجحة بكل المقاييس، وقد يسجل فيها عندي عنه في أسبوعين من قطع قادرين على أنهم يزيدوا على هذا الكم في الشهر من العملية. إذن ما هي محال، لأن شفنا إلين يخلق نفس الاندفاع ونفس الحماس ونفس الاهتمام بتسجيل المواطنين على اللائحة الانتخابية كيف ما خلق الشهر الماضي في حزب واحد، غالبا ظروف لا تعود إن شاء الله ناجحة. والي الترارزة أكد بالمناسبة أن هذه الحملة تستهدف جميع المواطنين بجميع توجهاتهم السياسية ودون استثناء. وأضاف السيد مولاي إبراهيم والمولاي إبراهيم أن الدولة لن تدخر أي جهد في تقديم أي تسهيلات تخدم المصلحة. عمدة تركيز السيد محمد الأحمد دوا ثمن باسم سكان هذه العملية، وأكد استعدادهم لمواكبتها بما تطلبه المرحلة من تعبئة وتحسيس، وهو الاستعداد الذي عبر عنه الحاضرون في مداخلاتهم التي تناولت الموضوع بجميع تحدياته، مع التركيز على بعض الاستشكالات التي يرى سكان ركيز أن البت فيها ضرورة لتذليل الصعاب أمام المستهدفين بإحصاء 2018. وفي مقاطعة بوغيا ترأس وزير الثقافة والصناعة التقليدية والعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة اجتماعات تحسيسيا حول أهمية الإحصاء الإداري للطابع الانتخابي. وأكد الوزير خلال الاجتماع على أهمية التسيير على اللوائح الجديدة باعتباره شرطا للمشاركة في الاستحقاقات البلدية والشهوية والنيابية المقبلة. مقاطعة بوغي كانت المحطة الثالثة من الزيارة التي يوديها وزير الثقافة والصناعة التقليدية والعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة لولاية البراكنة. وفور وصول الوزير لهذه المقاطعة ترأس مهرجانا شعبيا تطرق فيه للهدف العام من الحملة التحسيسية التي أطلقت الحكومة الرامية إلى توعية المواطنين بضرورة الإحصاء الإداري ذي الطابع الانتخابي من أجل تمكينهم من التصويت في الانتخابات النيابية والبلدية والجهوية المقررة فاتحة سبتمبر المقبل. معنى هذا إعلان يالله كل حد يسجل على هذه اللوائح ياك يعود عنده رأي، سواء كان مواليا أو معارضا أو محايدا، حد يلعاد هام وينتخب عمد من المعارضة يالتو يسجل ياك ينتخبهم، يلعاد لاهي عارض، وحد لاهي مولي يمشي في الأغلبية يالتو يسجل ياك ياك مولي ينتخب منتخبين من الأغلبية، وحد مولي لاهي يعود حيادي ويالتم اللي لا يسجل ياك يعبر عن حياده. معناته عن التسجيل مهم ياك يعود حد مشارك وياك يعود فعال وياك يعود حاضر، وهذا طبعا خير من يعرفه وخير من يعيه هو أهل بقى المعروفين بوعيهم السياسي، معروفين تاريخيا بوعيهم السياسي وبحضورهم في الشأن العام. معناته على يالة أهل بقى ما 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 يؤتى لهذا التسجيل من قبلهم، يالتهم يعودوا من أحرص الناس عليه، ويالتهم يسجلوا على اللوائح الانتخابية يفر ويقوم كلهم يقول هل للي يعرف.
وكان والي ولاية البراكنة سيد عبد الرحمن المحفوظ والخطري قد حث على أهمية الإحصاء الإداري وضرورة مشاركة الجميع في الحملة والتحسيس من أجل الإسراع في التسجيل على اللائحة الانتخابية. بدوره رحب عمدة بلدية بوغيا سيد جام ومدو هاشميو بالوزير والوفد المرافق له، مبينا استعداد الساكنة للتسجيل على اللائحة الانتخابية لأداء واجبهم الوطني. مهرجان بوغيا تخللته مداخلات من قبل الحضور أكدت في مجملها أن الساكنة بدأت منذ الوهلة الأولى بالتسجيل على اللائحة الانتخابية استعدادا منهم في القيام بالواجب الانتخابي، مطالبين بتمديد فترة الإحصاء. وزير الثقافة والصناعة التقليدية والعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المنول الشيخ رد على الملاحظات والأسئلة التي تقدم بها المتدخلون. وإلى ولاية قديماقة، حيث حث الوزير المتدى ولدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية أمس خلال فعاليات مهرجان تحسيسي في مدينة غابو على أهمية التسجيل على اللائحة الانتخابية من أجل ضمان حقهم في التصويت والتعبير عن اختياراتهم خلال الانتخابات البلدية والنيابية والجهوية المقبلة. لم تقف السيول الجارفة عبر أودية منطقة أعالي النهر والمسارك الوعرة في وجه وصول بعثة التحسيس بالإحصاء الإداري للطابع الانتخابي إلى ساكنة مقاطعة غابو وهم يودعون فصل الصيف ومشاقه. هنا بهذه المقاطعة التقى الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية سيد محمد الكمبو بالسكان خلال اجتماع استعرض في بدايته الإنجازات الملموسة التي تحققت في مختلف أوجه التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، مؤكدا أن المسار التنموي الحاصل في البلاد والجو الديمقراطي السائد يقتضي من الجميع إدراك الواجب الانتخابي الذي يمكن المواطن من تحديد رأيه وتوجهاته. منكم يبقي الصف يعود يتم بكلمته في موريتاني ويتم يحضر فراي ويعود يقد يعرف ان هذا ما نبقوه يقودنا وذا نبقوه يقودنا ويقد يتكلم فيها على الترشة اللاموثبة. والترشة في الشأن العام اليوم في موريتاني والحضرة فيه منوطة للتسجيل على اللائحة الانتخابية، واللائحة الانتخابية التسجيل عليها مربوط بحد يود عنده بطاقة تعريف. معنى هن المن ما يبقي الانتخابات الجاية يعض صبعه ما قديت انت صوت لفلان ولا قديت نحكم فلان عن ينشح يالطو حالا يسجل اللائحة الانتخابية، وهذا الصوت كل واحد منا يالطو يحس به لأنه أمانة، أمانة في عنقه لأنه يعود يشارك في الشأن العام ويشارك في أمر هذا الشعب اللي هو واحد منه. والي ولاية قديماقة سيد جلو أمدو عمار حث السكان على ضرورة الإقبال على مكاتب التسجيل على اللائحة الانتخابية، موضحا أن التحسيس بأهمية التسجيل يؤكد حرص الدولة على توعية المواطن حول واجباته الوطنية. المتدخلون في الاجتماع أكدوا تجاوبهم مع هذا النداء الوطني. بالنسبة لنا القاب ومستعدين للرسالة متقبلينها أكثر من المطلوب إن شاء الله ودورنا بيجي ولينا بخلوها إن شاء الله وكل شيء ما قدون عدل حسينا وأولادنا أحصاو. وقد توجت هذه الزيارة بمعاينة سير عمليات التسجيل على اللائحة الانتخابية بالمكتب الخاص بالإحصاء الإداري للطابع الانتخابي على مستوى مدينة غابو الحدودية. والآن مشاهدينا الكرام أرحب بزميلي محمد البلال الذي يرافقكم الليلة في الموجز الاقتصادي. مساء الخير زميلي محمد. مساء النور محمد، أهلا وسهلا بك وبمشاهدينا الكرام، نلتقي بعد فاصل قصير. أهلا بكم من جديد، ونبدأ نشرتنا بأسعار أهم العملات العالمية مقابل الأوقية حسب بيانات البنك المركزي الموريتاني.
تسعى عدة مراكز لدعم النفس للأطفال في مدن سورية عدة إلى تنمية قدرات الأطفال في الرسم والترويح عنهم من آثار الحرب عبر تنظيم معرض رسوبات لهم ورفع الروح المعنوية لهم. وتستقطب هذه المعارض عددا كبيرا من الأسر السورية الذين يرون أنها مهمة لتخفيف الصدمات التي تلقاها الأطفال خلال الحرب، وتساعد على دمجهم في الحياة الاجتماعية بشكل طبيعي. ويأمل القائمون على هذه المراكز في تعميم هذه الفكرة على عموم المناطق السورية. يتابع المهتمون بالاقتصاد والعلاقات الدولية وعالم السيارات هذه الأيام باهتمام بالغ التوتر السائد بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بشأن التعرفة الجمركية على واردات السيارات. وكان ترامب قد هدد الاتحاد الأوروبي بفرض رسوم جمركية على السيارات المستوردة منه إذا لم يقم بإلغاء الرسوم المفروضة على السيارات الأمريكية والبالغة 10%، وذلك كجزء من خطابه المتصاعد حول التعرفة الجمركية على السلع المستوردة. وطلب ترامب إجراء تحقيق حول ما إذا كانت السيارات المستوردة تشكل تهديدا للأمن القومي الأمريكي. في بالي نتابع جديد أهم الأسهم والمؤشرات في الأسواق المالية العالمية. ختام النشرة الاقتصادية عودة الزميل محمد البديدي وما تبقى من النشرة. شكرا زميلي محمد، أهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد. نظمت وزارة الثقافة والصناعة التقليدية والعلاقات مع البرلمان الليلة البارحة بالفضاء الثقافي في مقاطعة الرياض بولاية نواكشوط الجنوبية أمسية فنية تحت شعار الثقافة لتعزيز المكاسب الوطنية. تميزت الأمسية بمدايح دينية شادت بشمائل خير البرية عليه أزكى الصلاة والتسليم. وشمل برنامج التظاهرة فقرات فنية عكست ثراء وتنوع الثقافة الوطنية. هو الفضاء الثقافي في مقاطعة الرياض في ولاية نواكشوط الجنوبية، حيث شكل مسرحا للأمسية الثقافية والفنية المنظمة من طرف وزارة الثقافة والصناعة التقليدية والعلاقات مع البرلمان، وذلك تحت شعار الثقافة لتعزيز المكاسب الوطنية. نفتتح الليلة هذه الأمسية هنا في ولاية نواكشوط الجنوبية وخاصة في مقاطعة الرياض التي عودتنا على جديتها و تضامنها وعلى حرصها على الثقافة والعلم والأخلاق الفاضلة. نحن نطمح من خلال هذه الندوات إلى نشر الأخلاق الفاضلة وشغل شبابنا لأوقاتهم فيما ينفع وإبعادهم عما يضر من أنواع الانحراف أو التطرف أو الغلو أو ما إلى ذلك، حتى تكون الثقافة حصنا منيعا يحفظ لشبابنا هويتهم ويدعوهم إلى النهوض ببلدهم والتماسك والوحدة والأخوة والمحبة بين كل أفراد شعبنا، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. الأمسية الفنية شكلت فضاء للتنوع الثقافي ونافذة لاستعراض المواهب في مختلف المجالات الفنية والإبداعية، حيث شدت خلالها الحناجر بشمائل خير البرية عليه أفضل الصلاة والسلام. مدح النبي بالصراحة يا المداحة تموا قولوا يا كتشو وأثرت فيها الاسكتشات المسرحية خشبة العرض بلوحات ميلودرامية وأخرى كوميدية هادفة أبرزت دور المثقف في محاربة المسلكيات الخاطئة والمحافظة على نظافة المدينة، إضافة إلى الحث على ضرورة التسجيل على اللائحة الانتخابية التي يجري إعدادها حاليا من أجل تمكين كل مواطن من أداء واجبه المدني. ذا الإحصاء واجبك الوطني تأدي، سجل أنت وسجل حضورك من ذا المجتمع وأنك من ضمنه، لا بغيت تبغي أنت واجبك الوطني بعد تأديها عنك. ختام أمسية تعزيز المكاسب الوطنية تميز بتوزيع جوائز نقدية على الفائزات الأوائل في مسابقات لعبتي كرور والسيق التقليديتين، وذلك قبل أن يتم توزيع عدد من الكتب الثقافية على الحاضرين في إطار جهود الوزارة الرامية إلى تشجيع ثقافة المطالعة. انطلقت في نواكشوط صباح اليوم مرشة خصصت لمراجعة وتشخيص المشاريع الممولة من طرف البنك الإفريقي للتنمية في بلادنا.
تسعى الورشة إلى تحديد التوجهات العامة للتعاون بين بلادنا والبنك الإفريقي للتنمية وتقييم آثار المشاريع المنفذة وآليات تنفيذها. لقاء خصص لمراجعة وتشخيص المشاريع الممولة من طرف البنك الإفريقي للتنمية في بلادنا ضمن الشراكة البينية التي شملت عدة قطاعات حيوية كالزراعة والبنى التحتية والتشغيل. هذه الورشة تندرج ضمن ديناميكية الشراكة الفعالة القائمة بيننا والبنك الإفريقي للتنمية، وهي فرصة لتحديد التوجهات العامة لتعاوننا وتقييم آثار المشاريع المنفذة وآليات تنفيذها، وتدخل في إطار مراجعة الورقة الاستراتيجية القطرية بين البنك الإفريقي للتنمية وبلادنا. اللقاء سيكون فرصة للنقاش والتباحث حول آليات التعاون وآفاق تطويره بالتركيز على مواطن النجاح في المشاريع المنفذة لبلورة توصيات بناءة تأخذ في الاعتبار حاجات القطاعات الفنية والأولويات التنموية للحكومة. الآن مشاهدينا الكرام مرحب بزميلتي وردة متباه التي سترافقكم الليلة في الموجز الرياضي. مساء الخير سيدة وردة. أهلا بك يا وجدي. مشاهدينا الكرام جديد الرياضة بعد فاصل. أهلا بكم. أصبح ملعب المرحوم شيخ البويجية بالعاصمة نواكشوط جاهزا لاحتضان المباريات خلال الفترة المقبلة، ومن المنتظر أن يحتضن الملعب المواجهة المرتقبة بين المنتخب الوطني للشباب وناظره النيجيري من الذهاب دور الأخير في تصفيات أمم إفريقيا دون 20 عاما بعد غد السبت. وارتفعت السعة الجماهيرية لملعب شيخ إلى 8500 متفرج. اقترب اللاعب عمر منجان مدافع نادي إفسن وديبو المنتخب الوطني المحليين من الانضمام إلى صفوف فريق صحاري العماني بعقد يمتد لثلاث مواسم. وأكدت المصادر أن اللاعب تلقى عدة عروض من أندية عربية من بينها المريخ السوداني، لكنه فضل العرض الذي تقدم به الفريق العماني. سيكون منجان ثالث اللاعب موريتاني يحترف في الدوري العماني بعد المهاجم علي الشيخ الفلاني ومصطفى جاوة. أعلنت إدارة الملعب التونسي اليوم عن تعاقدها رسميا مع المهاجم الدولي الموريتاني محمد مبارك لاعب نادي الوئام، وذلك لمدة 3 مواسم. حضر توقيع العقد اليوم رئيس النادي جلال بن عيسى، وتعد هذه الصفقة هي الخامسة للملعب التونسي بالماركاتو الصيفي. نهاية نشاط الرياضة، شكرا لمتابعتكم وعودة بعد الفاصل إلى محمد بجيد. شكرا زميلتي وردة. وبنهاية أخبار الرياضة تنتهي هذه النشرة، إلى التذكير بالعناوين. مدينة مناديب تحتضن أعمال ورشة خاصة بنظم استغلال الأسماك السطحية وطرق استصلاحها. وزيرة الزراعة تتفقد بن بيك رحواش مكونات المشروع النموذجي لزراعة الأعلاف الخضراء الأول من نوعه في بلادنا. الحملة التحسيسية لتوعية المواطنين حول أهمية الإحصاء الإداري للطابع الانتخابي تتواصل في مختلف ولايات الوطن. ختاما مشاهدينا الكرام شكرا لكم على كرم المتابعة. بعد قليل بحول الله ترتقون زميلتي أمينة كن والنشرة باللغة الفرنسية مانا فعود، والتقيكم بحول الله عند منتصف الليل في عرضنا الإخباري الأخير. تحية مني ومن الفريق العامل للقاء. اكتشفوا فرفهة جوال الجديدة من موريتيل، سهلة متكاملة وأكثر حرية. اتصلوا ب 156 وفعلوا فرف جوالي المناسب لحاجتكم.
ساعتين من المكالمات زائد 2 جيجا من الانترنت صالحة لمدة الشهر ب 200 أوقية فقط. 4 ساعات من المكالمات زائد 4 جيجا من الانترنت ب 400 أوقية فقط. 6 ساعات من المكالمات زائد 6 جيجا من الانترنت صالحة الشهر ب 600 أوقية فقط.